30 نوفمبر 1872 هي أول مباراة دولية أقيمت في التاريخ قبل 149 سنة. كان عقد السبعينات من القرن التسعتاش موعد لانطلاق شرارة كرة القدم حول العالم من بلد مهد اللعبة. في عام 1871 أقيمت النسخة الأولى من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، البطولة الأعرق في تاريخ المستديرة. في ذيك الفترة ما كان أكو مباريات دولية ولا بطولات رسمية أو اتحادات دولية أنشئت، لكن إنجلترا لعبت أول لقاء دولي. سافر المنتخب الإنجليزي في رحلة بلغت مسافتها 614 كيلو إلى غلاسكو في اسكتلندا لخوض لقاء ودي دولي ضد منتخب اسكتلندا اللي تأسس في نفس السنة. وقيمت المباراة يوم 30 نوفمبر 1872 على ملعب هاملتون كريسنت في نادي الكريكت غرب اسكتلندا، وانتهت بالتعادل السلبي وحضرها 4000 مشجع. المباراة بدت في الساعة 2 من ظهر السبت، أدارها تحكيميا ويليان كاي. لعدم وجود مدربين اسكتلندا اختار الفريق القائد والحارس روبرت غاردنر، بينما اختار تشكيلة الإنجليزي المهاجم تشارلز الكوك لاعب فريق واندرز بطل كأس وصاحب فكرة اللقاء من الأساس. المنتخب الإنجليزي اللي خاض اللقاء مثله 9 لاعبين من 9 فرق. على الجانب الآخر كان المنتخب الاسكتلندي كامل من فريق كوينز بارك رينجرز. رغم إقامة 5 لقاءات بين المنتخبين عام 1870 إلا أن الاتحاد الدولي اختار تلك المباراة اللي تصادف تاريخ اليوم سنة 1872 لتكون الحدث الرسمي الأول بين البلدين وفي تاريخ الكرة، لأن اسكتلندا اعترضت على اللقاءات 5 لأن المباريات السابقة مثلها لاعبون من مواليد إنجلترا، يعني ما كانت خالصة بين اسكتلندا وإنجلترا، كان في ناس مولودين من إنجلترا فاعتبروهم أنه ممكن يكونون إنجليز. فهذه المباراة هي أول لقاء رسمي دولي بين منتخبين يقيم في تاريخ كرة القدم. ثلاثين نوفمبر 1983 كأس السوبر الإسباني هي بطولة كروية بدأت عام 82، كانت تقام بين بطل الدوري وبطل كأس الملك من مباراتين ذهاب وإياب، مع أفضلية مباراة الإياب لبطل الليغا يلعب على أرضه. وإذا حصل فريق واحد على البطولتين أو حقق الثنائية يواجه وصيف كأس ملك إسبانيا. 2018 صارت هالبطولة أو هالكأس تلعب مباراة واحدة بس، وبعدها بسنة أصبحت المنافسة بين البطلين والوصيفين في البطولتين. التنافس يصير بين 4 فرق بنظام نصف نهائي أو المربع الذهبي، خروج المغلوب وفق قرعة يجريها الاتحاد الإسباني، وأول بطولة لعبوها في المملكة العربية السعودية. كانت مباراة السوبر 1983 بين فريقين برشلونة اللي فاز بلقب كوبا دي ري اللي هو كأس الملك، مع المدرب سيزار مينوتي مدرب الأرجنتين اللي فاز بمونديال 78، وأتلتيكو بلباو بطل الليغا بقيادة المدرب خافيير كليمنتي. مباراة كبيرة لعراقة الناديين اللي عمرهم ما لعبوا في الدرجة الثانية، وزيد عليهم ريال مدريد وياهم كـ3 فرق عمرهم ما طاحوا للدرجة الثانية. وقيم لقاء الذهاب في 26 أكتوبر سنة 83 بملعب السان ماميس الخاص بأتلتيكو بلباو في إقليم الباسك، بقيادة الحكم راؤول ديلوزا وأمام 38,000 متفرج، وانتهت لبرشلونة 3-1. المفارقة أن المباراة خلصت نظيفة بدون استخدام لا كرت أصفر ولا كرت أحمر. لكن مثل هاليوم كان لقاء الإياب يوم 30 نوفمبر سنة 83 بملعب الكامب نو خاص
برشلونة في كتالونيا أمام 18,000 متفرج بصافرة الحكم الدولي سورينا، وكان اللقاء مشحون، تقاسم الفريقان 4 بطاقات 0، كل فريق خذ كرتين صفر، وانتهى اللقاء بفوز أتلتيكو بلباو 1-0 باسم اللاعب أنديكا، وهي نتيجة غير كافية للتتويج ليكون برشلونة بطل لأول مرة بتاريخ السوبر، وبعد 39 سنة صار هو سيد البطولة بالألقاب. برشلونة هو النادي الأكثر تحقيقاً للكاس برصيد 13 لقب، وهو أيضاً يحمل الرقم القياسي كوصيف للبطولة 11 نسخة، معناته واصلين النهائي 24 مرة. November 30, 1965 يصادف ميلاد الداير سانتوس دو ناسامينتو، أعتقد هذه نفس عائلة بيلي، مدافع برازيلي ولد في إلهويس، وهو أحد أبطال كأس العالم عام 94 اللي حققته البرازيل بعد 24 سنة من الغياب. بدأ الداير مسيرته عام 85 مع نادي فلامينغو الشهير في البرازيل، ولعب لهم 4 مواسم، شارك خلال هالمواسم في 185 مباراة وسجل 11 هدف وحقق معاهم الدوري والكاس. بعدين انضم إلى بنفيكا البرتغالي، وفي عام 1990 انضم إلى نادي العاصمة الإيطالية روما ليصبح من أساطير الذئاب، ونحط له تذكار كبير في متحف روما. لعب معاهم 415 مباراة وسجل فيها 20 هدف لمدة 14 سنة، وتم حجب الرقم 6 تقديراً له وتخليداً لذكراه. حقق معاهم كأس إيطاليا 91 والدوري بقيادة كابيلو، وكان من أهم العناصر اللي حققت اللقب للجيلاروسي رفقة توتي وباتستوتا وإميرسون والعديد من الأسماء في ذيك السنة سنة 2001 بعد غياب 18 سنة من تحقيقهم آخر دوري، وهذا كان ثالث ألقاب روما وكان آخر ألقابهم، وأحرز السوبر الإيطالي في نفس السنة سنة 2001. وفي 2004 لعب الداير لنادي جنوة فترة قصيرة، بعدين في 2005 لعب لفريق برازيلي اسمه ريو برانكو مباراتين، وبعد سنتين ب 2007 وبعمر 41 سنة وقع مع فريق موراتا، الفريق من بلد سان مارينو، والمفارقة أن عمر الداير أكبر من عمر النادي بسنة، النادي تأسس سنة 66 ولعب لهم 3 سنوات واعتزل بعمر 44 سنة في عام 2010. الداير الدولي شارك مع البرازيل 93 مباراة وسجل 4 أهداف ولعب في 3 نسخ لكأس العالم في إيطاليا في أمريكا اللي حققها وكان فيها بطل، وفرنسا اللي كان فيها وصيف، بالإضافة لتحقيق بطولتين كوبا أمريكا بطولة قارية 89 و97 مع روماريو وريفالدو، وبرونزية أولمبية سنة 96 مع الظاهرة، وبطولة القارات سنة 97 في السعودية. الداير كان أحد أهم عناصر منتخب البرازيل وأحد أفضل المدافعين اللي مروا على تاريخ الكرة البرازيلية، لاعب هادئ، لاعب واثق من نفسه، يملك الطول والبنية الجسدية اللي تساعده على يعني الاحتفاظ بالأمان لمنطقة الجزاء وخلف حارس المرمى. الداير شخصية تنحب وقدوة لكثير من المدافعين.